للأندية الأبطال واحدة من مكاسب هذه البطولة أن يذهب الإماراتي أن يلعب في مصر وأن يأتي المصري ويلعب في الإمارات. واليوم عندنا بجانب هذه المباراة بالمناسبة أيضا مباراة أخرى طبعا في الجزائر، لأن فريق النادي الأهلي السعودي يرحل لأن يلعب مع مولودية الجزائر. الجهاز الفني لفريق نادي الأهلي يأتي لأن يصافح أيضا الجهاز الفني لفريق نادي الوصل والوصل من الإسكندرية، وأنت تقابل الفريق الكبير النادي الأهلي في هذه المباراة. هذا حارس مرمى نادي الوصل يوسف الزعابي، وهنا حكم المباراة صادق السالمي من تونس لفريق النادي الأهلي. هنالك ليما موجود، وهنالك كايو القائد الوصلاوي موجود. خطيرة جدا، حارس مرمى كان طالع، ويعني هذه من أبجديات كرة القدم يا شباب، يعني انك في لغة التفاهم. حارس المرمى مفترض ان يوسف الزعابي، طبعا عندك خميس اسماعيل الدوري الاماراتي، علي سامين الدوري الاماراتي، وكرة خطيرة كانت في الكرة الماضية، تعود لفريق نادي الوصل عن طريق طبعا فينيسيوس ليما. مرور، الله 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 على المرور، الله على المرور، ممكن للامام وفرصة، هي اوهو، ابعاد ابعاد ابعاد، كرة جميلة للوصل، كرة جميلة للوصل، كرة فيها مرور وفيها سرعة وفيها مرتدة مثالية، مرتدة مثالية بصورة جميلة. جمهورية مصر العربية في دوري أبطال العرب، كرة جميلة لكايو كانيدو صاحب الفرصة الأهم في المباراة، وكايو كانيدو كرة جميلة، فرصة جول، أوهو، فرصتين يا ليما، فرصة لكايو وفرصة لليما، وفي المرتين كاد الإمبراطور، كاد الوصل أن يسجل. يا هي فرصة، كرة فيها مرور، فيها محاولة جميلة، لا زالت قائمة. العزيزي، العزيزي يأتي بكرة جميلة، هي جول، ولكن تبعد تبعد، الوصل 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 خطير. الإفريقية قيمة في كرة القدم العربية، انطلاقة حاضرة الآن عن طريق ليما، يأتي بكرة لكايو، كايو 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 للأمام، وحكم المباراة يحتسب ماذا؟ يحتسب ماذا خارج منطقة الجزاء؟ هذه الكرة، نعم نعم نعم، أسرع أسرع أسرع، كايو أسرع من العرقلة، العرقلة في اعتقادي داخل منطقة الجزاء، في اعتقادي داخل منطقة الجزاء. حكم المباراة التونسي صادق السالمي احتسبها خارج منطقة الجزاء. يجب ان ياتي اليوم اللي نحن العرب، هذه خطيرة، هذه فرصة للامام، وكرة جميلة، والزعابي برافو، الزعابي برافو، نعم نعم. جمهورية مصر العربية، هذه ضربة حرة مباشرة الان ليما على التنفيذ، ليما على التنفيذ، الله الله، حلوة من الاثنين، حلوة من ليما وحلوة من الشناوي، حلوة من ليما وأحلى من الشناوي، الشناوي أنقذ هدف إماراتي. وشريف إكرامي ابن وحش أفريقيا، ابن الكبير جدا الذي احتفل قبل أيام طبعا بعيد ميلاده الذي تخطى 60. الضربة الحرة المباشرة، الضربة الحرة المباشرة، الشوط الأول، الدقيقة الأخيرة، كرة خطيرة، هدف يسجل للنادي الأهلي، هدف يسجل للنادي الأهلي، ضربة حرة مباشرة لعبت بطريقة قوية جدا، مرت من الكل، مرت من الكل، والخبير أحمد فتحي، الخبير أحمد فتحي يسجل الهدف الأول في المباراة من ضربة حرة مباشرة. أصعب الكرات، الكرات الساقطة، لأن يكون فيه اعتماد مثلا، طبعا روح اللاعبين والجماهير والإدارة بعد النتائج المتراجعة في الفترة الماضية ليست على أمام النصر بهدف لثلاثة، وأمام شباب أهلي دبي بهدفين لثلاثة أهداف، وخسارة كانت أيضا أمام شباب أهلي دبي في بطولة كأس الخليج العربي بهدفين نظيفين، أربع هزائم، تعادل وحيد، وأربع هزائم في آخر خمس مباريات
في مصر، الفريق الكبير في أفريقيا، الفريق الكبير في البطولات العربية النادي الأهلي. يبدأ الشوط الثاني، والشوط الثاني بالمناسبة يبدأ في هذه البطولة، وأن تفكر أيضا في بطولة هذه. خطأ، هذه خطأ، وهذه فرصة الآن، والكرة للأمام لكن مرت خطأ دفاعي من لاعبي نادي الوصل، وكاد فريق النادي الأهلي أنه يستثمر هذا الخطأ ويسجل ويضيف الهدف الثاني. كرة جميلة، شوف هذه الكرة من جانب سالم العزيزي، وكاد لاعب فريق النادي الأهلي في الكرة الماضية، نعم، عن طريق اللاعب صلاح محسن، أنه يستثمر الكرة، يستثمر الخطأ. الوصل يقدم مباراة في اعتقادي هي واحدة من أجمل مبارياته في هذا الموسم. وهذه محاولة، كرة تلعب الآن، خطيرة للنادي الأهلي، لا زالت، لكن إبعاد من حميد عباس، لا زالت للأمام، وسلطان المندري، سلطان المندري أبعدها إلى ضربة ركنية عن طريق مروان محسن. شوف لعبة في غاية الروعة، لكن تجد سلطان المندري أبعدها، وكرة خطيرة، والنادي الأهلي ضاغط، والتسديدة موجودة في الكرة الماضية. ضربة حرة مباشرة، الوصل عالية وخطيرة، ويأتي الإبعاد، هيا، أوه، لا زالت وصلوية، وشريف إكرامي، لكن الوصل نعم، مرة أخرى الوصل يصل، والوصل كاد في الكرة الماضية. شوف خميس إسماعيل بتضرب في القائم الأيمن، فرصة كانت مثالية للإماراتي، خميس إسماعيل سددها بقوة، اصطدت في القائم الأيمن، هذه الكرة، لا والله ما كانت في القائم، للأسطورة الإماراتية زهير بخيت، وهدفا لنجم إماراتي كبير اسمه ناصر خميس، كرة تلعب خطيرة، فرصة كانت بالرأس بصورة جيدة كذلك أيضا للأمام، ولكن عن طريق هذا اللاعب اللي هو مروان محسن، هذا اللاعب بالمناسبة مروان محسن يعني لا يلعب أساسيا مع النادي الأهلي، ومع ذلك عندما كان طبعا مدرب المنتخب المصري لأحمد فتحي، عالية وللأمام، والكرة السهلة جدا من محمد شريف جاءت على طبق من ذهب، التسلل غير موجود بالمناسبة. هذه أيام حسام حسن ماضي، هذه أيام طبعا بيبو. محاولة مستمرة، الكرة باتجاه ليما قوية ولكنها بعيدة. ليما بذكاء يكسب رامي التماس في الكرة الماضية للأمام، إلى ليما، هيا، أوه، غير معقول، فرص الوصل اليوم، فرصة ورا فرصة في المباراة، كل الفرص بتضيع. من الجماهير العربية ربما تعرفت الليلة على الوصل بصورة جيدة، هذه كرة فيها مرور وللأمام، والكرة تصل عند وحيد سليمان. هذه اللعبة، نعم، والله فيها، أنا هذه اللعبة تروح أكثر لأنها هي ضربة جزاء، لكن حكم المباراة، نعم، ضربة الجزاء في اعتقادي موجودة للفريق النادي الأهلي. برافو الوصل، الوصل وكأنه يلعب في دبي، الوصل بالفعل بصورة جيدة، يستحق الوصل أكثر وأفضل بكثير من الخسارة بهدف. كرة فيها مرور للأمام وتبعد، والوصل ضاغط، والوصل يسدد، هي، وحارس المرمى شريف إكرامي، لازالت خليل خميس، يأتي بمحاولة مستمرة عالية، جول، الوصل يسجل في مرمى النادي الأهلي، وكايو
كايو الشوط الأول خطورته تبرز الآن، وكايو يعادل الوصل، والوصلاوي يستحق هدف التعادل على ما قدمه في المباراة. انطلاقة موجودة، الوصل في الكرة الماضية، ليما مباراة الأفضل هذا الموسم ما سجل الليلة، لكنه خطير وهذه خطيرة، والفرصة لخليل خميس. ياهو تبديل جول. وصلاوي ذهب في الشوط الثاني. نعم، الامبراطور يعود والابتسامة تعود، والامبراطور يعود والعبدولي. الوصل في الاسكندرية، لا زالت محاولة قائمة الآن، والكرة فيها تلعب عالية، والإبعاد من السوق الكوري الجنوبي، وهدف التعادل يسجل الآن في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة. مباراة كبيرة للوصل، خطأ في اللحظات الأخيرة.